معنا على الهاتف استاذ احمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعه الماليه ارماس. استاذ احمد، يعني في هذا المؤتمر ماذا كانت استفسارات المستثمرين؟ يعني هذا المؤتمر جمع ممثلين ل 28 مؤسسه ماليه واقليميه بتدير اصول كبرى، ماذا كانت الاستفسارات او التعليقات عن الاستثمار في مصر؟ اهلا بحضرتك يا استاذه لميس. الحقيقه احنا في اي اف جي ارمس احنا متعودين كنا كل سنه قبل كورونا بنعمل المؤتمر ده وبندعو فيه اهم المؤسسات الماليه علشان تيجي تناقش اوضاع الاقتصاد المصري، وبنتكلم على وضع السوق العام والخاص، ويعني بعد ما ازمه كورونا ابتدت يعني تخف شويه النهارده اول مؤتمر نعمله على الاقتصاد المصري، وده شيء يعني الحقيقه اسعدنا جدا. بالنسبه لسؤال حضرتك عن اهم الاستفسارات او اهم النقاط الرئيسيه اللي الجهات الاستثماريه اللي احنا دعيناها للمؤتمر كانت بتشوفها، هي الحقيقه الكل كان بيتكلم عن الفجوه الكبيره بين الاصلاح اللي حصل، الاصلاح الحقيقي اللي حصل في الاقتصاد المصري من ناحيه المؤشرات ومن ناحيه حجم الانفاق العام ومن ناحيه التطور الكبير اللي حصل في ميزان المدفوعات وفي عجز الموازنه وكل الارقام الكليه، وبين وضع السوق المصري من ناحيه مشاركه القطاع الخاص في يعني الاستثمار بشكل فعال وايضا بشكل غير مباشر من خلال البورصه. فدي كانت من اهم النقاط اللي تمت يعني اثارتها بشكل كبير في المؤتمر. ما حدش ابدا انكر ان في خطوات كبيره جدا تحققت، وفي بعد عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي تمت في 2016 بدات تبقى في مؤشرات كبيره جدا، وده كان باين جدا وقت ازمه لكن كورونا. الاهم هو مزيد من دور القطاع الخاص في المرحله المقبله. طب ما ده بيخليني اطرح السؤال، رئيس الوزراء اعلن انه سيتم طرح ما بين 5 ل 6 شركات قبل نهاية العام المالي الجاري، يعني اللي هو ينتهي 6/22. ودكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اتكلم على حصة إضافية من أبو قير للأسمدة، ده طرح سنوي. أيضا مصر الجديدة للإسكان، موبكو للأسمدة، ويمكن طرح أولي لبنك القاهرة. في رأيك هل يعني السوق ملائم؟ هل ده فتح شهية الدولة، مثلا إي فاينانس فتحت شهية الدولة لمزيد من الطرح؟ وهل المفروض يكون طرح سنوي ولا طرح أولي؟ يعني بنطرح حصة إضافية في بعض الشركات ولا نطرح حصة أولى في شركات كبرى؟ طبعا دي أخبار إيجابية جدا. برنامج الطروحات ده قعد فترة طويلة ما كناش عارفين ننفذه بسبب موضوع كورونا وبسبب وضع السوق، ولكن النهارده اعتقد ان في اتفاق كبير ان الدوله المفروض ان هي تحفز البورصه المصريه من خلال الطروحات دي، ومحدش يختلف على ده ابدا. بالنسبه هل هي طروحات اوليه او ثانويه، احنا الحقيقه محتاجين الاثنين. احنا محتاجين طروحات اوليه علشان يبقى في شركات جديده في البورصه بتدي تمثيل اكبر للقطاعات الاقتصاديه الكثيره المختلفه، وده مش موجود في البورصه النهارده. احنا بنتكلم على القطاع العقاري والقطاع المالي، يمكن هم اكتر قطاعين ممثلين في البورصه حاليا، محتاجين كل القطاعات تبقى ممثله في البورصه، فبالتالي الطروحات الاوليه دي هتبقى مهمه جدا. الطروحات الثانويه اللي هي ليها علاقه بان انا بطرح مزيد من الاسهم او مزيد من الحصص في البورصه دي برضو بتساعد بشكل غير مباشر، لان هي بترفع السيوله وتزود القيمه السوقيه اللي هي بعد يعني الفري فلوت ادجستد او الجزء وده بيجيب برضو اموال الباسيف ماني او طبعا اكيد غير مباشره يعني. طب الاثنين مهمين جدا. استاذ احمد، يعني هل وضع البورصه الان، دايما بنقول البيضه ولا الفرقه، يعني وضع البورصه فيها مشكلات وفيها عقبات طبعا. وفيها كلام على كثير من التدخلات، لانه حتى الاصلاحات، مش هسميها المحفزات، الاصلاحات الاخيره التي طرحت لم تؤثر ايجابيا على البورصه بشكل كبير، وفي تطبيق لضريبه الارباح الراسماليه خلاص اول السنه. فهل احنا هنا بنتكلم على ضروره اصلاح ما يجري في البورصه اولا، فكره ايقاف الاكواد، الغاء العمليات، كل ده والتدخلات المستمره، ضروره اصلاح يعني قيام بهذا الاصلاح اولا، ولا الطرح لو ان في شركه كده المفروض تطرح خلال شهر اللي هي ابو قير للاسمده؟ والله هو طبعا هو كله مرتبط ببعض يا استاذ لميس. يعني الحقيقه احنا بنتكلم على النهارده يعني الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها دي برضو طرحت في المؤتمر،
وكان في بعض القرارات الكتيره اللي هي مش عايز اقول خوفت المستثمرين، ولكن هي كانت قرارات غير اعتياديه يعني اقلقت المستثمرين. بالضبط. وبالتالي القرارات الغير اعتياديه اللي هي لو بتتاخد يعني، هو طبعا لو بنتكلم ان كل حاله ليها وضعها الخاص، فبالتالي هم عايزين يعرفوا ان دي يعني جايه من 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 خطه محدده، ويعني هي الفكره مش قرار معين، هي الفكره في المناخ العام للاستثمار. ده رقم واحد. رقم اثنين وده المهم جدا، هو ان دور الدوله، يعني انا اتذكر مثلا يعني اعتقد ان احنا في مرحله شبيهه جدا بالمرحله اللي كان عليها السوق المصري في 2003 مثلا، لما بدات الدوله ان هي كان في طبعا بعد كان في ازمه ماليه عالميه، وبدات الدوله ان هي تطرح حصص اوليه وسنويه في اصول بقى للتكرير وللبتروكيماويات والبتروكيماويات واصول اخرى. ومن هنا حصل ان حصل ذوبان كبير ودخل الاجانب وحصل نوع من انواع السيوله، وشفنا البورصه تحركت بشكل كبير. اعتقد ان احنا محتاجين حاجه زي دي النهارده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعه الماليه ارماس. وفعلا احنا محتاجين مزيد من البضاعه، مزيد من الطرح. وزير قطاع الاعمال قال انه شركه ابو قير الاسمده حصه منها ستطرح خلال شهر على اكثر، وانه خلال العام، احنا بنتكلم العام الحالي هنا واضح بقى انه العام المالي، بنتكلم على مصر الجديده، موبكو للاسمده، بنك القاهره ده هيكون طرح اولي، فكل ده مهم.